تعالوا بقى نروح لملف تاني. الاتحاد المصري للمواي تاي قرر ان هو يشارك في بطولة العالم للشباب للفنون القتالية المختلطة اللي هتتلعب في اليونان، واللي هتقام خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 1 اكتوبر المقبل ان شاء الله، ودي هتكون المشاركة الاولى لينا في بطولة العالم بشكل رسمي. طبعا دي خطوة ايجابية جدا لمنتخبنا، ونتمنى ان يعقبها خطوات وخطوات. تعالوا بقى نعرف المزيد من التفاصيل عن هذا الامر مع كابتن محمد ابراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي. كابتن محمد صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا. كريم بيه استاذنا اهوان، صباح الورد. صباح الهنا، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك الله. عايزين يعني ابتداء من قرار المشاركه نعرف من حضرتك قرار المشاركه جه ازاي، وهنشارك في البطوله دي بكام لاعب باذن الله. استاذ كريم، احنا قررنا مجلس اداره الاتحاد المشاركه في رياضه الفنون القتاليه المختلطه اللي هي رياضه مندرجه تحت مظله الاتحاد، مشاركه بلاعبين، اثنين لعيبه اولاد واثنين لعيبه فتيات في بطوله العالم للفنون القتاليه المختلطه اللي هي ان شاء الله في يوم 27 ليوم 1 اكتوبر في الكسندريا بوليس اليونان. جميل، ودي المشاركه الاولى على مستوى الشباب، نقدر نقول انها يعني ان شاء الله بشرة خير، وممكن تكون خطوه مبدئيه لمشاركه الكبار لاحقا في بطولات اخرى قادمه. طبعا يا فندم، هي دي البدايه ان احنا بنشارك بشكل رسمي في بطولات الناشئين. احنا لاول مره بنشارك، جهزنا المنتخب وان شاء الله المنتخب على اتم الاستعداد. كمان انا عندي المنتخبين مسافرين، منتخب الفنون القتاليه المختلطه مسافر يوم 27، ومنتخب المواي تاي مشارك في بطوله العالم يوم 29 ان شاء الله، مسافر برضو على انطاليا تركيا. رائع جدا. طب انا عندي سؤال لحضرتك برضو كابتن محمد علشان نطمن، هل في اي حاجه انتم محتاجينها قبل السفر؟ هل في اي نواقص مثلا؟ هل انتم على اتم استعداد، كل حاجه متوفره لحضراتكم؟ ده مهم نطمن عليه، ولو في حاجه بليز يعني انا هرجو حضرتك انك تقولها من دلوقتي علشان نشتغل عليها او المسؤولين يشتغلوا عليها لغايه لما تسافروا. طبعا يعني هي فرصه توجه بالشكر للقياده الرشيده لوزاره الشباب والرياضه على دعمها ومجهودها الكبير الموجود ومسانده للمواهب والابطال. طبعا انا كنت اتمنى ان انا اشارك في المنتخبات بعدد اكبر، خصوصا ان بطولات العالم بيكون فيها اكثر من مرحله سنيه، فكنت اتمنى ان العدد يكون اكبر عشان خاطر نقدر نكفي احتياجاتنا، ان اولادنا كلهم يشاركوا في جميع المراحل السنيه. ان شاء الله في المستقبل نتمنى يكون الدعم اكبر ونقدر نشارك بشكل اكبر. يعني المشكله في عدم سفر اعداد كبيره من عندنا من ابطالنا هي الشق المادي، لان ما فيش ماده متوفره لده. الشق المادي يعني انا كمصر كمنتخب مصر ما ينفعش اسافر في بطوله عالم بسبعه وبثمانيه وبعشره، لا كنت اتمنى ان انا اشارك ب 40 و 50 زي الدول الثانيه. بس هو ده الوضع يعني في معظم الاتحادات، يعني اللي هم الترشيد. ترشيد مش على الماي تاي بس، ان الترشيد على الجميع، مش علينا احنا بس. يعني الحمد لله ان احنا هنشارك باذن الله وابطالنا يجيبوا مكان. يعني انا اسمع طول عمري عن ترشيد الاستهلاك، لكن ترشيد الابطال دي اول مره اسمعها الصراحه. ما سمعتهاش. ترشيد احنا ان شاء الله نتمنى باذن الله ان احنا نشارك بعدد اكبر. السنه اللي فاتت اولادي وبناتي ابطال المنتخب المصري جابوا بطوله العالم 7 ميداليات متنوعه في ماليزيا، وفي البطوله العربيه اولادي جابوا 11 ميداليه، اولادي وبناتي عندي ثلاث ميداليات ذهب وفضيه وسبع برونزيات في البطوله العربيه الحمد لله رب العالمين. طيب. والمنتخب المصري يعتبر من المنتخبات القويه جدا على مستوى العالم في رياضه الماي تاي ومعروف. ده سبب ادعى ان احنا نزعل ان الاعداد غير كافيه، كنا يعني بنتمنى ان طبعا يكون العائد من المشاركه بكم كبير الحقيقه من الميداليات، لكن لما يكون في ترشيد واصل للدرجه دي فبطبيعه الحال اكيد هيكون برضو في ترشيد في تحقيق الانجازات. ولا ايه الترشيد ده هيسمع هنا بطبيعه الحال؟ الصراحه اتمنى ان انا اشارك في كل المراحل السنيه بجميع الاوزان عشان اولادنا ياخدوا فرصتهم وينافسوا ويقدروا يتوجوا على اعلى المنافسات العالميه. على كل حال بنشكرك جدا كابتن محمد، وده شكرا لحضرتك، كل التوفيق طبعا ليك، وهنتابع طبعا تحديدا من قناه النادي الاهلي معاكم باذن الله فتره البطوله.